تنسى الإعجاب بالفيديو واترك تعليقا لنعرف رأيك. شارك هذا الفيديو مع أصدقائك ولا تنسى الاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما هو المعتاد يوميا في تقديم المسابقات، نقدم لكم مسابقة 9 مساء بتوقيت القاهرة. اشترك في المسابقة واستفيد معلومات جديدة. اشترك في المسابقة واكتب التعليقات أسفل الفيديو. كما أننا سوف نكرم المشتركون والفائزون في المسابقات، فتابعونا وإن شاء الله تستفيدوا مما نقدمه. اكتب الإجابات الصحيحة في التعليقات أسفل الفيديو. كما أننا سوف نذكر الأجوبة بعد نهاية المسابقة. وإليكم المسابقة. السؤال الأول: ما هو الاسم الجامع للإنس والجن في القرآن الكريم؟ اذكر الجواب في التعليقات أسفل الفيديو. السؤال الثاني: الصحابي الذي أصلح الله به بين فئتين من المسلمين من هو؟ اذكر الجواب الصحيح في التعليقات أسفل الفيديو. وإذا لم تكن تعرف الجواب فصل على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. السؤال الثالث: فتح المسلمون عميرية بقيادة من من الصحابة؟ اذكر الجواب الصحيح. فتح المسلمون جزيرة عمورية بقيادة من من الصحابة؟ اذكر الجواب الصحيح في التعليقات أسفل الفيديو. السؤال الرابع: من هو الخليفة الذي كان يحج عاما ويغزو عاما؟ اذكر الجواب الصحيح في التعليقات أسفل الفيديو وتابعنا كي تعرف الأجوبة الصحيحة بعد نهاية المسابقة. السؤال الخامس: أين ولد البطل صلاح الدين الأيوبي؟ في أي مكان ولد؟ اذكر الإجابة الصحيحة في التعليقات أسفل الفيديو. وإذا لم تكن تعرف الإجابة فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال السادس: أين يوجد المسجد الأموي؟ في أي مكان يوجد المسجد الأموي؟ اذكر الجواب في التعليقات أسفل الفيديو وتابعنا كي تعرف الأجوبة الصحيحة بعد نهاية المسابقة. السؤال السابع: في أي سورة ورد دعاء الركوب؟ اذكر الجواب الصحيح في التعليقات أسفل الفيديو وتابعنا كي تعرف الأجوبة بعد نهاية المسابقة. ولا تنسى أن تقول رأيك في المسابقة وهل استفدت مما نقدمه. السؤال الثامن: ما معنى نقر في النقور في قوله تعالى: فإذا نقر في النقور سورة المدثر؟ اذكر الجواب في التعليقات أسفل الفيديو وتابعنا كي تعرف الأجوبة الصحيحة بعد نهاية المسابقة.
السؤال التاسع، أكمل الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة جدهن جد وهذلهن جد، النكاح والطلاق وأذكر. الجواب الصحيح في التعليقات أسفل الفيديو، وإذا لم تكن تعرف الجواب فاذكر الله. السؤال العاشر، متى تنازل الحسن رضي الله عنه ابن علي بالخلافة لمعاوية ابن أبي سفيان؟ في أي عام تنازل الحسن ابن علي رضي الله عنه بالخلافة لمعاوية ابن أبي سفيان؟ اذكر الجواب الصحيح في التعليقات أسفل الفيديو وتابعنا كي تستفيد. السؤال الحداشر، صحابي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك، فمن هو؟ اذكر الجواب في التعليقات أسفل الفيديو، وإذا لم تكن تعرف الجواب فصل على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. السؤال الاثناشر، مهنة قديمة امتهنها كثير من الأنبياء، فما هي؟ اذكر الجواب في التعليقات أسفل الفيديو وتابعنا كي تستفيد مما نقدمه، وإذا لم تكن تعرف الأجوبة فاذكر الله وسوف نذكر الأجوبة بعد نهاية المسابقة. السؤال الثلاثة عشر، ما آخر الكتب السماوية نزولا؟ اذكر الجواب في التعليقات أسفل الفيديو، ولا تنسى أن تقول رأيك في المسابقة وأن تشترك إذا لم تكن مشترك وتفعل الجرس ليصل إليك كل جديد. السؤال الرابع عشر، متى يكون بدء وقت الظهر؟ اذكر الجواب في التعليقات أسفل الفيديو، وإذا لم تكن تعرف الجواب فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتابعنا، سوف نذكر الأجوبة بعد نهاية المسابقة. السؤال الخمسة عشر والأخير اليوم، ما هو اسم الصحابية أم هانئ؟ اكتب الجواب في التعليقات أسفل الفيديو وتابعنا، سوف نذكر الأجوبة بعد نهاية المسابقة. وبهذا نكون قد انتهينا من أسئلة اليوم، لا تنسى أن تقول رأيك فيما قدمناه داخل الفيديو وما قدمناه داخل المسابقة من أسئلة، نسأل الله العلي العظيم أن ينتفع بها الجميع. ولو استفدت من الفيديو أو من المسابقة ولم تكن مشترك من قبل أو أول مرة تتواجد بالقناة، اشترك الآن وفعل الجرس ليصل إليك كل جديد، وتابعونا فيما هو قادم. نسأل الله العلي العظيم أن يستفيد الجميع بما نقدمه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.